راوند اب. وبيان ايفيدامون البدايه باش تكون مع الشان الانتخابي. صباح النور هيجه. الانتخابي فوالا. صباح النور منال، صباح النور الناس الكل اللي يسمعوا فينا. تواصلا مع التقديم نتاعك منال، باش نسلطوا الضوء اليوم على اخر المستجدات في علاقه بتصريحات سواء الهيئه وايضا الهيئه الانتخابات او المحكمه الاداريه وايضا المترشحين للانتخابات الرئاسيه، حيث اعلنت الهيئه البارح كما الناس الكل تعرف في خلال نقطه اعلاميه القائمه النهائيه للمترشحين للانتخابات الرئاسيه المزمع اجراءها في 6 اكتوبر القادم، واشتملت القائمه النهائيه على 3 مترشحين وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زميل. طبعا منال هذه كانت نفس القائمة بالنسبة للمقبولين أوليا في الانتخابات. التفاصيل الكل نسمعها في تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر. بعد التداول قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تضم كل من المترشحين المقبولين نهائيا: أولا السيد العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانيا السيد زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثا السيد قيس بن المنصف صعيد. هذا وقد رفضت هيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر زنادي وعماد الديمي بقائمة المقبولين نهائيا، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم. رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يتحدث عن أسباب الرفض هذا. حيث تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، وبعد الاطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيل على المزكين، وعلى القضايا الجزائية المنشورة حاليا بمختلف محاكم الجمهورية بشأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعا لشكايات مرفوعة من مواطنين، والتي بلغ عددها إلى حد الآن حوالي 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة، فضلا على ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع، بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلسة. في سياق متصل، أعلنت المحكمة الإدارية البارح أنها تولت بتاريخ البارح طبعا 2 سبتمبر تبليغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسخ الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها باستبعاد 3 مترشحين من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية. وذكرت المحكمة في بلاغ لها بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ الشهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيق لأحكام الفصل 24، واللي نص على أنه تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقها. ومن جهتها أوضحت هيئة الانتخابات أنها توصلت بالأحكام الثلاثة هذما الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الإلكتروني البارح في حدود الساعة 9 ليلا، وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية. وأشارت الهيئة أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي، واللي يوجب على المحكمة الإدارية إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. نتعداو للشأن الاقتصادي، حيث أصدرت وكالة فيتش ريتينجز مؤخرا تقرير حول السياسة النقدية في الدول الإفريقية، ومن بين الدول اللي شملها تقرير تونس. قراءة في نتائج التقرير في جانبه المتعلقة بتونس يتحدث عليها بأكثر تفاصيل المحلل المالي بسام النايفر.
تم التركيز خاصة على نقطة التضخم، تصنيح للتضخم مربوط بصفة كبيرة بكل ما يهم نسبة الفائدة المديرية. اليوم تضخم بالطبيعة نعرفه مليح في حدود 7% بصفة عامة، لكن هي ركزت أساسا على تضخم المواد الغذائية اللي هو 9.4%. نظرا لأنه الإنتاج نتاعنا تراجع، عندنا أساسا مشكلة مناخية، بالتالي ارتفاع في الأسعار مازال متواصل. كيف اللي لازم نخموا فيه هي الدينار التونسي، لأنه نعرفوا أنه ثم علاقة مباشرة بين استقرار الصرف وانه تكون الفائده للمديريه مرتفعه. هذوما الكل ينجموا يعطيو مش في الوقت الحاضر، لكن يخلقوا لك بدايه هامش باش تخمم اللي انت تنقص من الفائده المديريه الاشهر القادمه. إلى ذلك، ومع انطلاق فترة الاستعدادات لبداية الموسم الفلاحي الجديد، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو السلطة المعنية إلى توفير مستلزمات الإنتاج وتمكين الفلاحين المضرين خلال الموسم الفارط من التعويضات المالية حتى يتمكنوا من توفير متطلبات الإنتاج. هذا ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للاتحاد طارق المخزومي. احنا نأمل، معناها أمل شديد في دولتنا أن ترافقنا وأن تشد على أيدينا وأن تعاوننا في توفير مستلزمات الإنتاج. من أسمدة والبذور، فما موضوع ثاني زاد عنده أهمية، هو توكيل الفلاحة المنخرطين في صندوق الزواحف الطبيعية واللي هما مجهزين السنة الماضية وخرجوا الخبراء وصار الديمارش الكل، البروسيدور الكل تعملت، إن شاء الله يقع خلاص، خاطر الفلاحة هذونا فما برشا مجهزين لسنتين متتاليتين وما عندهمش مدخرات وما همش بنكابل، إن شاء الله الصندوق يقوم بخلاصهم في أقرب الأجيال، نأمل قبل موسم البذر، قبل نهاية سبتمبر، باش هكاك يتمكنوا من شراء البذور والأسمدة وإعداد الأرض. وأشار المخزومي خلال تدخله في برنامج الشارع التونسي إلى وجود صعوبات في عملية الري نتيجة لمحدودية الإيرادات المائية وغلق عدد من المناطق السقوية من قبل الإدارات الجهوية. الوضعية المائية بصفة عامة معناها صعبة صعبة فيما يخص مياه الري خاصة ومياه الشرب، ناهيك وأنه معناها عديد المناطق السقوية مسكرة، ثم برشا مندوبيات معناها أعلن تغلق المناطق السقوية هذه. احنا على مستوى المنظمة عملنا جلسة منذ يومين فيما يخص الموضوع هذا لصياغة التصورات وبعض الحلول لتخفيف الوطأة نتاع التغيرات المناخية هذه بصفة عامة وشح الأمطار. ستتوالى جلسات إن شاء الله متتابعة في حيز زمني ما يكونش بعيد على بعضه لمد سواء في الوزارة وفي الإدارة بمقترحاتنا وبتصوراتنا لتخفيف الوطأة في انتظار نزول الأمطار إن شاء الله ونزول ترجع نسبة الامتلاء ترجع طيبة وترجع المائدة المائية خاصة سطحية ومنابع المياه إن شاء الله بقدر خير. ختاما، تحتوي الأدوات المدرسية اللي تم ترويجها على مستوى السوق الموازية على مواد كيميائية قد تكون لها انعكاسات خطيرة على صحة التلميذ. تفاصيل مع حول المخاطر هذه مع مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي. كما تعرف المواد الكيميائية هي مزيج من عدة مواد تدخل في تركيبة صنع المستلزمات وخاصة المستلزمات اللي يتم توريدها بصفة موازية. هذه المستلزمات تكون فيها بعض المواد الكيميائية الخطيرة التي تسبب مخاطر صحية مباشرة أو على المدى البعيد. من ضمن المواد الكيميائية اللي تدخل في تركيبة المستلزمات فما المعادن الثقيلة الميتولو، هذوما مواد سامة بدرجات متفاوتة، كما أن الضرر الذي تحدثه متنوع، فمنها من يؤثر في الحواس ومنها من يؤثر في الأعصاب ومنها من يؤثر في الكبد، قوى في الأقلام الملونة الجافة والحبرية، الصلفان، اللصاق الملون، ورق التزويق، وغلافات الكراسات. فما المحاليل العضوية، هي مواد لها تأثير مباشر على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، ونجدها بالمصحح كوريكتور، أقلام اللبدية والساق. هذه كانت أبرز التصريحات خلال 24 ساعة اللي فاتوا منيل.